باسمي وباسمي أعضاء اللجنة الانتخابية أرحب بالجميع المنتمين لكم قضاء وكانت هادئة ومفيدة. وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أرحب بالسادة عرزور حسن رئيس رابطة جهوية ممثلة عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم. السيد واعل الهاشمي ممثلا عن مديرية الشبيبة والرياضة. والسيد المحضر القضائي مشفى فريد. كما جرت العادة في البداية اشغال الجمعية الانتخابية نتحكوا من النصاب القانوني دونك لي مومبر ستاتيتار دو لاسومبلي جينيرال ذلك كونتر ولاية جيجيك اني دو 37 لي بريزون جيسكا سات انستون اني دو 30 دونك لو كوروم جي اتان دونك 30 سيغ 37 سون بلي تاردي جو فو سومي ا لابروباسيون لورد دي جور كومبورت ان سول بوا l'élection du président de la Ligue et les membres de son bureau. À main levée, vous approuvez l'ordre du jour. Berkhan Eddy. Sans plus tarder, je donne la parole à la commission électorale. Hadrou Fekli Jamir, bonne chance à tout le monde. اللي هو سي محمد التهابي. عندنا ثلاث مترشحين ممثلين لهيئه الخبراء الاتحاديه اللي هما السيد العوي سي محمد، السيد فوزار محمد، والسيد ابي سيمان. عندنا مرشح واحد كممثل للحكام اللي هو السي بومازا نسيب. عندنا اربع مترشحين كممثلين لرؤساء الانديه، السيد جبلول صبر، السيد عميرة شريف، السيد طموز عبد الحق، والسيد شريتي فازع. قبل بداية الاقتراع عندنا نقطة يتفضل السيد بصفته المترشح الوحيد لرئاسة الرابطة يتفضل يقدم لنا برنامجه الانتخابي للعهد 2024 في مدة 10 دقائق. يعطيك الصحة سي رسوم. بعد العملية المشتركة بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بجميع الحضور وأخص بالذكر السيد عبد الحسن، السيد وعاد، السيد بشرى، وتدعى كل رؤساء الفرق الحاضرين هنا معنا في هذه الميامة. بالنسبة للعهدة 2020-2024 راح تكون بروف إن شاء الله تكملة للشد فينا من قبل، وهو حرصنا على la formation à tout bord، c'est-à-dire la formation des jeunes entraîneurs اللي عندنا بها ديجا 8 جروب لا فورماسيون دو جوز اربيتر. والحمد لله نو زافون طبعاً دربيتر راهم برومي اون انتر ليغ اي اون ريجونال، اي لا فورماسيون دي جون تالون سبورتيف، سيتادير كريي لو بلو غران نومبر ديكور دو فوتبول او نيفو دو لا ليغ دو فوتبول دو ولاية جوج. مالوريزمون ليزيكيب دو ولاية nous avons uniquement 10 écoles de football. Nous avons des petits flouilles. Nous faisons le dash interne. Nous faisons la restauration interne. D'ailleurs, nous demandons les clubs qui vont arriver, les joueurs qui font un bus. Nous avons dit que nous sommes tous les clubs de l'école de Villaya. Nous créons des écoles de football. Nous sommes chers. Nous avons dit que nous sommes tous باش العام الخلاف يجبروهم، ومام طون هما يتمناو يجبروهم ديجا بري بور لا كاتيجوري مينيم.
فيما يخص التحكيم كما قلت لكم نهار جيت جبرت 23 أربيتر سيسبوندي بلا ليغ ريجيونال ماشي في العقدة نتاع سي حسن غادي تيجيكم بونوفاسيون في العقدة واحد أخرى نريغلي لو بروبلام واكتيالمون في النمبر دارمتر اللي حبس رانا رجعنا الواجهة في الرابطة الجهوية وعندنا plus de 26 arbitres régionaux. En plus, nous avons des arbitres interligues, tels que Boua, Bokhuna, ou Shkari, ou Zadusna, nous avons trois jeunes arbitres, à savoir Tameza, Bouskria et Touhan. Vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, vous le les à la vous les subventions les on a détraîné avec par rapport aux subventions du mécanisme de physique voilà qui nous le c'est le budget de la ville de l'Arcane monsieur Alpo confirmé c'est dommage mais c'est comme ça première course c'est le malade comme on disait c'est un peu mieux on a pas le club je suis à terre le malade c'est un la DGF Martin c'est un مالوريزمون الوقت هذاك واحد ما حبش يتفرج ونهار فراسو الدرهم الناس ولا في مرة تقول كان هما لي تيران تاعنا اكتويلمون لي هادي كلوب مع لي تي ار بي سي نتاعنا راهم ينشطو يمشيو في الملعب و سير ربي ان شاء الله يوجدو حربعة مي اون فاكار دافونتاج باش نزيدو نشوفو مع مديرية الشباب والرياضة والولاية باش يتبنو لنا البقية لي كانت نتمنى وصلوا للوعدة هذه وعودة نتاع الأخوة نحطوا لين تبليل كي حنا رابطة ولا مسيرين في ذلك والوراء خلفنا نمشي لك الدبر إن شاء الله وربي يفك الجمع بارك الله فيكم
ألف مبروك سيدة تهامي محمد على رئاسة الرابطة الولائية لكرة القدم. شكرا. في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما شاهدتوا الجمعية العامة جرت في ظروف عادية جدا
في ظروف مليحة الحمد لله، ديمقراطية شفافية وما كان حتى أي مشكل. هل طبعا هل كنت تتوقع أن يفوز اليوم محمد تهامي برئاسة الرابطة الانتخابية لكرة القدم؟ معلوم كنت نستنى فيها على خاطرش على بالي واش راني نخدم في الرابطة، وعلى بالي بلي احنا دائما كنا نمدو يدنا لتو لي كلوب الا من ابا كنا عاونو شي دي كون قدروا، والحمد لله على هالشي هذا. زيادتني لهذا المكتب اللي زاد تم انتخابه معي سي دي جون ايسو دو موفمون سبورتيف de la wilaya de Jijel, que ce soit des arbitres ou des anciens joueurs ou des anciens entraîneurs, sghar ou عندهم مستوى ثقافي عالي بزاف. C'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des licenciés en sport, alhamdoulillah. طبعا ما هي الامال والطموحات التي سيضعها محمد التهامي لانجاح موسم كروي جيد للرابطة الولائية لكرة القدم؟ احنا دائما كنا من الناس اللي كيعيطوا على لا فورماسيون اوترونس، لا فورماسيون دي جون زونترينور، لا فورماسيون دي جون زاربيتر، ولا فورماسيون دي جون جوار. بربي ان شاء الله نمشيو حنا غير في لا فورماسيون اوترونس. زائد الشيء هذا كاين الفرق اللي راهي تعاني من المواد الماليه، راهي نشوفوا نسيو مع السلطات المحليه ومع مدير الشباب الرياضه والولايه باش نريزوليو هذا البروبليم هذا. وأضيف إلى ذلك الملاعب نتاعنا اللي راهي في حالة كارثية، راحين ثاني بربي إن شاء الله نمشيو القدام ونروحو نسيو باش نردو لي تيران دو لا ولاية دو جيجل كيما لي تيران اللي في الولايات المجاورة. نزيدو ثاني المشاكل اللي كاينة، راحين نعيطو لي زيكيب كامل رؤساء الفرق ونريحو في طاولة واحدة ونتكلمو معهم ونصفيو الكلوب ويعطيونا المشاكل اللي كيكزيست وشي اللي نقدروا عليه احنا وهنايا. مرحبا. هل سيسفر محمد التهامي عن اعطاء يعني الهيمنه واعطاء يعني كل المشاهدات الى الملاعب، لانه ملاعب ولايه جيجل تمر بوضعيه كارثيه وجد محرجه، هل سيكون مخطط التهامي هو اصلاح الملاعب الولائيه في ولايه جيجل؟ بيان سور. علاش احنا نهرجينا في 2008 دوموندينا ديجا من لي بي ا بي سي باش يعطيو لي تيران لا دي جي اس نهار كانت البحبوحه. في الوقت هذاك حتى رئيس بلديه ما حب يعطي الملعب نتاعو لا دي جي اس غير باش تخدمه له ويعاود يرجعو. ودركا كي خلصوا الدراهم وما كانش، والجزائر خلصوا لها الدراهم وعادت ما عندهاش هاو فين باش تلبي الرغبات نتاع هذا الملعب، درك الناس كامل راهي تقول باللي الملاعب راهم في وضعيه كارثيه. يفالي الاول بونسي اسا، وانا جو لونس ان ابل ا تو لي بي ا بي سي باش يخصوا دي سوم دارجون بور هاد الملاعب هادي كاش ما نقدروا نصوبيهم بربي ان شاء الله، باش نقدروا نقولوا حنا ورانا صح نمارسوا في كره القدم خاصه بور الفئات الشبانيه. طبعا شكرا لك سيد محمد التهامي، نتمنى لك كل التوفيق لإنجاح عهدة أولمبية جديدة. شكرا لك وألف مبروك، ألف 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 مبروك وبالتوفيق والنجاح لك، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي، صباحك سعيد. ممثل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم أسفرت العملية الانتخابية لرئيس الرابطة الولائية لكرة القدم، حدثنا أو كيف هي العملية، كيف جرت أو كيف هي مجريات العملية الانتخابية للرابطة الولائية لكرة القدم في ولاية جيجل؟ شكرا سيدي. ثم تعلمون أن كانت هذه الجمعية العامة الماضية كانت غير قانونية، وبالتالي اضطرينا باش نأجلوها إلى يوم 5 جانفي، واليوم الحمد لله جات في ظروف جد وجد حسنة، كانت تضغط عليها الشفافية، تم انتخاب رئيس بالطريقة الديمقراطية والمكتب تاعو بالطريقة الديمقراطية، كان كل الحضور في هدوء في طمأنينة، يعني هذا ما نتمناه. إن شاء الله تكون هذه المسيرة الواجهة تاع اليوم في هذه الجمعية العامة نشوفوها في الميدان بالروح الرياضية بالروح المسؤولية، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح في هذا الموسم الرياضي المقبل إن شاء الله، وشكرا. إن شاء الله. أكيد ما هي الأعضاء التي أسفرت عنها اللجنة عن انتخاب مكتب الرابطة الولائية لكرة القدم مع رئيسه؟
هو كانت اللجنة عطيناها مهلة منذ إلغاء الجمعية العامة، عودنا مدينا فرصة أخرى لكل الفرق أو الرؤساء أو ممثلي الخبراء لتقديم الترشحات تاعهم، والحمد لله كانت اليوم فيها صراعات. مثلا في المكتب، في ضمن المكتب تاع 4 فرق يمثلوا الفرق، في الخبراء كانوا 3. يعني هذه الفرصة اللي خلات الناس جرات، خاصة الانتخابات تاع ممثلي الفرق، لأن كل التركيبة وكل هذه الجمعية العامة من أجل الفرق. عندما نلقاو باللي ربع أعضاء ترشحوا للمكتب الرابطة، يعني هناك فيه بوادر خير إن شاء الله في المستقبل. اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، صباحك سعيد، ممثل مديرية الشباب والرياضة ولاية جيجل. طبعا سيدي، ما هي مخططات مديرية الشباب والرياضة ولاية جيجل مستقبلا، ومع انه اسفرت العملية الانتخابية عن رئيس الرابطة الولائية لكرة القدم التهامي محمد واعضاء المكتب الولائي؟ طبعا هي هنا مهمة إدارة الشباب والرياضة، هي كما كان دائما هي المرافقة والمساعدة لمختلف الهياكل التنظيم الرياضي على مستوى ولاية جيجل، سواء في الدعم المادي أو الدعم بالعتاد الرياضي، يعني ستستمر في نفس المهام ديالها. نعم سيدي، هل سيكون هناك مخطط جديد لعهدة أولمبية جديدة لمديرية الشباب والرياضة لولاية جيجل؟ طبعا سيكون مخطط تبعا للتعليمات السلطات العليا، لانه مدير الشباب والرياضه تحت سلطه وزاره الشباب والرياضه، والبرنامج تاع الدوله المديريه تقوم بتطبيقه حرفيا في الميدان. هل هناك ميزانية جديدة لمديرية الشباب والرياضة مثلا لإصلاح الملاعب الرياضية لولاية جيجل؟ والشيء اللي راه مؤكد أنه سيتم مساعدة جميع أندية ولاية جيجل لكرة القدم بعتاد رياضي الذي تم اكتناؤه وسيتم توزيعه لاحقا. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق والموفقية لك سيدي في إطار مديرية الشباب والرياضة، شكرا لك. كيف كان التحضير لهذه العملية الانتخابية؟ أما فيما يخص العملية، فالعملية جارت في ظروف جيدة وممتازة، مشكورون الحضور على ذلك من رؤساء الفرق إلى خبراء الفيدرالية إلى ممثلي الحكام وإلى قدماء رؤساء الرابطة والمراكبين لعملية الانتخاب، على رأسهم السيد زور حسن، وكذلك ممثل المديرية للشباب والرياضة والمحضر القضائي. كما شاهدتم وشاهد الجميع، العملية تمت في ظروف جيدة وكان فيها الانتصار على رئاسة الرابطة لسيد تهامي محمد للعهدة الرابعة متتالية، ونتوجه له بالشكر الجزيل، متمنين له العمل أكثر، وذلك خدمة للولاية جيجل ولشبابها. ثانيا، المكتب أصفر كما كنا على 3 خبراء وهما في القمة، خبراء كان لي الشرف خدمت معهم، وهما السيد محمد العويسي والسيد أميسي عماد والسيد فوزر محمد. أما بالنسبة للممثلين الحكام فكان الانتخاب على ممثلهم الوحيد والأوحد وهو السيد بومعزة ناسيم، تمنيتي له بالعمل أكثر خدمة للتحكيم في مدينة جيجل الذي يعاني ويعاني ويعاني كثيرا. أما في الأخير، انتخاب ممثلي الفريق كان من أصحابهم والفائزين نبارك لهم، وهم السيدان عميرة الشريف كممثل لفريق جمعية تكسنا وشريتي فاتح ممثل عن الاتحاد الإسلامي لمدينة جيجل، وشكرا لكم على الحضور. طبعا سيدي، سؤال فقط، عندك رئيس يعني العملية الانتخابية، هل كنت تتوقع أنه سيكون هناك تهامي لعهدة جديدة أيضا للمرة الرابعة على التوالي؟ يا أخي، عملا بتنظيمات وقوانين الفيدرالية الجزائرية، كان طبيعي أن ينتخب محمد التهامي. لماذا ذلك؟ بما أن الترشح لرئاسة الرابطة يقتصر على خبراء
الفيدرالية والرؤساء القدماء للرابطة، وكان هناك ملف واحد وهو للرئيس المنتهي العهدة نتاعو 16-20 تهامي، وكان ذلك بالإجماع حيث تفوق ب 25 بنعم مقابل 7 بلا من 32 مصوت. العملية تمت في ظروف جيدة، وانتخاب الهيئات الأخرى يعني بالذكر ممثلي الفيدرالية، الانتخاب يكون بين بعضهم هو 5 ونحتاج 3، وذلك كان بين بعضهم. كذلك للممثلي الحكام هما 5 واختاروا زميل واحد وصوتوا عليه. أما بالنسبة للفرق فكانت العملية متاحة لجميع رؤساء الفرق، اتقدم 4 منهم، وكانت العملية في النهاية بفوز ممثلي تاكسنا وممثل الاتحاد الإسلامي الجهلي. طبعا شكرا لك سيدي، نتمنى لكم كل التوفيق، واشكركم على تغطية هذه العملية الانتخابية. شكرا شكرا شكرا. اهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي، ممثل الفرق وعضو في مكتب الرابطة الولائية لكرة القدم. كيف سيتم التحضير للموسم الجديد الفرق الشبانية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. كي نهضر على البطولة لازم نعرفوا وقتاش ننطلقوا أو تنطلق البطولة، وهذا تو ديبون على اللجنة العلمية، هي اللي تقرر، ويظهر لي جاية تدريجيا من المستوى الأول وتهبط. نهضروا في البطولة حينما نعرفوا وقت الانطلاق تاعها، دوك ما نقدروش نهضروا، ما عندناش معطيات. وكي يوصل الوقت إن شاء الله رحنا نفيدكم بتفاصيل. هل سيكون هناك دعم مادي أو مالي طبعا لإنقاذ أو إنجاح موسم جديد كروي للفرق الشبانية؟ بالنسبة للدعم هو العائق الأكبر، وإحنا دائما نتمنى وعندنا ثقة في السلطات المحلية سواء البلدية أو الولائية أو مديرية الشباب والرياضة، واللي هم مشكورين اللي راهم دائما واقفين مع الفرق، لكن حان الوقت لمد يد العون لهذه النوادي، لأنه بدون إعانة وبدون وقوف هذه الهيئات مع النوادي مع مرور الوقت كاين بعض النوادي راح تزول. لهذا نجدد ندائي للسلطات المحلية ومديرية الشباب والرياضة وكل رؤساء البلديات باش يدعموا هاد النوادي باش يستمروا في النشاط، وهذا هو. وشكرا. شكرا لك.
عميرة بشير هذه في القلول. طب موسى عبد الحق جيب له السابق. شريتي فاتح عميرة الشريف. شريتي فاتح عميرة الشريف. شريتي فاتح عميرة الشريف. عميرة الشريف شريتي فاتح. شريتي فاتح عميرة الشريف. شريتي فاتح عميرة الشريف. عميرة الشريف شريتي فاتح. عميرة الشريف شريتي فاتح. طموزة عبد الحق شريتي فاتح. عميرة الشريف شريتي فاتح. عميرة الشريف شريتي فاتح. طموزة عبد الحق جبلول سابق. جبلول سابق طموزة عبد الحق. شريتي فتح جبلول سابق. عميرة الشريف جبلول صبر. طموزة عبد الحق عميرة الشريف. طموزة عبد الحق جبلول صبر. De temps en temps, on peut travailler la formation.
كما كنت تم كبير les écoles de football, les jeunes arbitres, les jeunes entraîneurs. Et lakin, de temps en temps, on a reporté les amis des décisions de la Fédération algérienne de football. Par exemple, sur le plan formation des entraîneurs, on a de très bien une tête à tous les jours. Donc, Inch'Allah, on va essayer de renouer à l'UTEM, aussi à Zorra, à l'Ontario Fédéral, après la Ronda, donc Inch'Allah. Pour la seconde phrase, je crois que j'aime bien. نتمنى حظ سعيد لكل الفرق نتاعنا، نطلبوا سماحة السي عجور كي جبناه حتى فوا، جبت لك غالية، ونشكر ثاني السي وعاء، السي مسعودان، السي بوشرى، اللجنة نتاعنا الانتخابية نتاع الرابطة، اللي سهرت على إجراء الانتخابات، وكنت فيها وايج كبار، خلاو الهم، خلاو خدمة نتاعهم ويجيو للرابطة باش يخدمو الخدمة هاذي. نشكر الجامعة مرة أخرى، ربي يوفقكم كامل وربي يخلينا إن شاء الله نكونو خاوة خاوة مع بعض باش نمشيو لقدام، بارك الله فيكم. الكلمة الأخيرة نديوها للمسؤول الأول على قطاع الرياضة والممثل نتاعو السي الشخصي تفضل إلى الرياضة وتتفرج مع المنتخبين ومن بعد نوضح. هيا ريا. الكلمة الأخيرة حنا هما المسؤولين على القطاع في هذه البلاد. ونقاشي هاك تشكر كل وعود ونسمعوا هذوك. بونسيور عمرك اش مشكل؟ من الدرك وعود تاع الملاعب والكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر جميع الحضور رؤساء النوادي والممثلين ديالهم على الفضل ديالهم اللي باش دارت الجمعيه العامه الانتخابيه للرابطه الولائيه لكره القدم. هني في ظروف جيده سدها الهدوء والسكينه. نشكر كذلك رئيس الرابطه الجهويه لكره القدم على الوفور ذلك الممثل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. نهني المكتب التنفيذي للرابطه الولائيه اللي تم انتخابه اليوم. انا كرئيس مصلحه التربيه البدنيه والرياضه حنا رايحين يعني السنه هذه اذا كان ديمارات الشامبيونه ولا ديماري في 2021 لا سيزون 2022 راح نعاون النوادي، عندنا عتاد رياضي في كرة القدم، راح نعاونو به جميع النوادي ولاية جيجل، تم اقتناؤه عن طريق ميزانية الصندوق الولائي لتكلفة مبادرة الشباب والممارسة الرياضية، وحنا أبواب يعني مديرية الشباب والرياضة مفتوحة لجميع رؤساء النوادي، حنا نسيو كما كان محمد تكونوا خاوة مع بعضكم. نحيوا دوك الصراعات الوحدية هذي تاعنا ما كنتهمش مع هذا وما كنتهمش مع هذا، وهذا بو لانتيري دو فوتبول بو ليبانيسمون دو فوتبول والممارسة الرياضية. ومرة أخرى يعني نشكر جميع الأعضاء اللي حضروا هنايا لإنجاع عملية تجديد الرابطة الولائية ولكرة القدم اللي هو هدف أولمبية جديد 2020. وشكرا. في هذا نبارك للسي محمد التهامي والساده الاعضاء ونشكر الستار على الاشغال تاع الجمعيه العامه، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.